القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعزازه بعطائهم وتضحياتهم في الحفاظ على الأمانة التي كلفهم الشعب بها لحماية الوطن وأيضا الدفاع عن مقدساته وسلامة أراضيه. أكد القائد العام أيضا أنه لا تهاون أو تسامح في مواجهة قوى الشر والفساد وكل من يحاول استباحة أرض مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها، مؤكدا أن ما يحققه أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية من إنجازات ونجاحات متلاحقة لاختلاع جذور الإرهاب والتطرف من فوق أرض سيناء الطاهرة يعكس عظمة وبسالة خير أجناد الأرض وقدرتهم على حماية أمن مصر القومي. للتعليق والتوضيح معانا على الهاتف استاذ اشرف سويلم المحرر العسكري بشمال سيناء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذه مها، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اولا يعني عايزين كده نعرف من حضرتك سريعا كيف هي الحاله في سيناء حاليا. طبعا الحاله في سيناء طبعا حاله حرب على الارهاب مستمره. الاجواء ما زالت يعني مشحونه بتداعيات الحرب على الارهاب، قصف المنتهى بقى العريش ورفح وشيخ زويد ووسط سيناء. الحاله طبعا بتؤكد ان هناك نجاح كبير جدا للقوات المسلحه في حربها على الارهاب وفي تقدم كبير جدا في العمليات العسكريه. دائما ما يكون في تحتهم بيعقبوا مباشره زياره هامه لمعالي وزير الدفاع شادي الطريق اول فتح صبحي الذي زار مدينه العريش والتقى بقيادات وجنود القوات المسلحه والشرطه في زياره ذات مغزى واهداف عديده. عودنا دايما معالي الدفاع عندما يزور شمال سيناء بتعقب هذه الزياره اخبار شرفا قد تحدث خلال الساعات القليله القادمه، دي عودنا بها دائما معالي وزير الدفاع. وطبعا لما بيزور شمال سيناء بيبقى فيه بيبقى لها يعني مغزى او اهداف عديده، طبعا اما ان تكون القوات المسلحه حققت نجاحات كبيره خلال الفتره الماضيه. وبناء عليه طبعا معالي وزير الدفاع بيشيد ب يعني الضربات العسكريه الناجحه ومجهودات القوات المسلحه والشرطه خلال الفتره الماضيه في شمال سيناء. وطبعا كان يعني حضر هذا اللقاء ايضا رموز من مشايخ وعواقل ابناء سيناء، ودي نقطة هامة أيضا. دي بالظبط، دعني أتوقف عند هذه النقطة فندم أستاذ أشرف. يعني التعاون ما بين الأهالي والقوات سواء من الشرطة أو الجيش، كيف هو التعاون وتقريبا تم القضاء على قد إيه في المية من الإرهاب؟ يعني تقريبا مش النسبة الكاملة طبعا مش هتكون معروفة دلوقتي، اتفضل يا فندم. طبعا تعاون أهالي سيناء ده تعاون تاريخي منذ قديم الأزل مع القوات المسلحة. اهالي سيناء طبعا يعني احنا بنشفق عليهم من هذه الحرب وتداعياتها على الاهالي وابناء سيناء، يعني طبعا بيعيشوا في اجواء صعبه جدا واحنا بنشفق عليهم في هذا الامر. الحياه داخل شمال سيناء تختلف تماما عن الحياه في اي محافظه مصريه اخرى فيما يتعلق بالاهالي. حظر التجوال طبعا، الحرب سماع ذوي الانفجارات دائما. مساله يعني الاهالي سيناء متفاعلين مع هذه المعركه، يعني اعني انهم بيتعاونوا مثلا بالابلاغ لو شكوا في حاجه، شكوا في حد، في حاجه حصلت، التعاون يعني ايجابي ما بينهم وبين القوات حتى الان. طبعا دائما الضربات العسكريه الناجحه بتكون مصاحب ليها وجود اهالي سيناء في هذه النجاحات، والدليل هو طبعا قيام تنظيم بيت المقدس بذبح وقتل العديد من ابناء سيناء بدعوى تعاونهم مع القوات المسلحه. وسبب تعاونهم مع القوات المسلحه طبعا يعني مساله حتى يعني حتى يمكن اول امس استشهد مواطن من ابناء مدينه الشيخ زايد يدعى محمود ابو حرب بسبب تعاونه مع القوات المسلحه. تنظيم قام باختطافه ثم قتله، هذا ما يحدث باستمرار مع ابناء هذه الارض الباسله. طبعا هم يعني غنيين عن التعبير عن 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 وطنيتهم وعن ارادتهم وعن طبعا احنا طبعا احنا بنقول لهم دايما احنا يعني انتوا بتعيشوا اجواء عصيبه بسبب هذه المعركه، وان شاء الله
هيكون في تعويض كبير جدا لاهلي سيناء عندما تنتهي هذه المعركه ويفعل ملف التنميه باذن الله. الخبر طبعا اللي عايزين نشير اليه هو اعتراف تنظيم بيت المقدس الارهابي بمقتل ابو دعاء الانصاري. طبعا في بيان صدر عن تنظيم بيت المقدس امس اعترفوا فيه بمقتل ابو دعاء الانصاري عندما يعني بثت او نشرت المؤسسه العسكريه بيان مقتله ومقتل العديد من القيادات الاخرى في ضربه جويه ناجحه جنوب مدينه العريش. وطبعا ابو دعاء الانصاري يعني في اجتهاداتنا والتحريات التي جرت في هذا الشان هو شقيق توفيق فريق زياده. توفيق فريق زياده هو مؤسس تنظيم بيت المقدس وسبق مقتله منذ اكثر من عامين خارج سيناء. له شقيق يدعى محمد فريق زياده اعتقد انه تولى مسؤوليه التنظيم وهو شديد الخطوره فيما يتعلق باعتناقه الفكر التكفيري. واعتقد هو ابو دعاء الانصاري هو محمد فريق زياده الجيش اعلن مقتله. هم امام بيان القوات المسلحه حاولوا يسخروا من هذا البيان على صفحاتهم خاصه صفحه سيناء 24 على الفيسبوك. صفحه سيناء 24 دي صفحه موجوده على الفيسبوك خاصه بتنظيم بيت المقدس ناطقه باسمه، حاولوا يسخروا على هذه الصفحه من ابو دعاء الانصاري او مقتل ابو دعاء الانصاري. سبحان الله طبعا حتى اعترفوا امس بمقتله. هذا بيؤكد ان الحرب على الارهاب في نجاح كبير جدا في سيناء وان القوات المسلحه بالفعل بتحقق ضربات كبيره وما خفي كان اعظم. يعني اكيد طبعا يا فندم تمام طبعا خبر يعني مهم، واحنا طبعا بنقول رحم الله شهدائنا يعني سواء من المدنيين في سيناء او من الشرطه او الجيش، ربنا يتغمدهم برحمته ان شاء الله. وقريبا جدا نتوقف عن سماع اخبار الارهاب والتفجيرات، وباذن الله في سيناء نسمع قريب جدا عن اخبار البناء والتنميه والرخاء.